أكد النائب عن التيار المدني الديمقراطي مثال الآلوسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة والتفافا على الديمقراطية تزامنا مع قرب الانتخابات. وقال الآلوسي أن الأحزاب الدينية تسعى إلى احتلال الصدارة في المشهد السياسي، لا سيما أنها تمسك بزمام الأمور سواء في مؤسسات الدولة أو غيرها على الرغم من فشلها وسوء إدارتها. ودعا الآلوسي إلى فسح المجال أمام المدنيين وأصحاب الكفاءات لبناء دولة قوية ضمن قيم الديمقراطية والمواطنة التي لا تفهمها الأحزاب الدينية بحسب تعبيره.